في نفس الوقت احنا الحقيقه السنه اللي فاتت عملنا قدر من التطوير في نظام رد ضريبه القيمه المضافه، لان ده حاجه كان برضو من الطلبات الرئيسيه، فكره انه مثلا حد مثلا بيصدر فبالتالي بيبقى من حقه انه نرد له جزء ضريبه القيمه المضافه اللي دفعها على مدخلات الانتاج، وممكن تصل لشركات لمبالغ كبيره. احنا عملنا طفره السنه الماضيه الحمد لله، عملنا تحسين وتسهيل في هذه المنظومه، ويمكن كان نتيجتها ان احنا عرفنا نرد مبلغ يقترب من 3 مليار جنيه للمولين، لكن احنا طموحنا اكتر من كده. فاحنا عملنا نظرة اخرى على هذا النظام، وبنقترح فيه تعديلات كبيرة جدا ان شاء الله، من تبسيط ومن تسهيل ومن مراجعة دورة العمل والاجراءات. وهدفنا باذن الله ان احنا النظام الجديد اللي هنطلقه لرد ضريبة القيمة المضافة يبقى اكثر سهولة ويسر. وهدفنا واضح، هدفنا ان نرد مبلغ لا يقل عن 4 أو 5 أضعاف ما تم رده العام الماضي، وبالتالي سيولة ترجع تاني للممول يقدر يستخدمها في مجالات كثيرة جدا. وكل اللي بقوله ده يا جماعة أو يعني زملاء أو حتى المشاهد النهاردة اللي بنخاطبه ومقطاع الأعمال، دي حاجات احنا عارفين إنها كانت تحديات بتقابل المستثمر وقطاع الأعمال والممولين، وبالتالي احنا بنحاول يعني نبقى واقعيين جدا، وبنحاول نتعامل مع تحديات ومع أمور احنا عارفين انها ضرورية ومهمة. النهاردة كان في بعض قوانيننا وفي قانون الاجراءات الموحد، كان في بعض الامور اللي ممكن مع التطبيق اثبتت ان احنا محتاجين ندي قدر من الوضوح فيها وتحسين فيها. النهاردة كان الممول احنا بنطالبه ان هو يقدم اقراره بشكل منتظم، وان هو يعكس فيه بعض المعلومات الضرورية. ساعات كان بيبقى فيه تأخر الايام او الامور خارجة عن قدرة الممول، ساعات بيبقى فيه تأخر نتيجة ظروف قهرية، فكانت العقوبات يعني موحدة. احنا بنعمل دلوقتي شوية تيسيرات بحيث ان العقوبات كمان متدرجة، وتبقى فيها قدر من واحد عمره ما تأخر في اقرار، ما ينفعش عامله زي واحد عمره ما قدم اقرار، لازم يكون في قدر من العدالة وقدر من المنطق في هذا الأمر. فإحنا برضو مسكنا الأمور دي وهنعمل فيها تدرج ووضوح عشان خاطر يبقى فيه سهولة ويسر ويبقى فيه قدر من الاهتمام. برضو إحنا كل اللي بنعمله ده بنطلب من الممول حاجتين، بنطلب من الممول إن هو يثق فينا تدريجيا، وإن هو يخش معانا في المنظومات الإلكترونية اللي هتحميه وهتحمينا. احنا منظومه الفاتوره الالكترونيه ومنظومه الايصال الالكتروني ومنظومه عموما تقديم الاقرارات وسداد الامور الالكترونيه بتريحنا كلنا. النهارده لما بنتكلم على تحدي كبير جدا مرتبط بان احنا عندنا ملفات قديمه جدا لسه لم يعني تفحص او لم تنتهي منها مع بعض، لما بنتكلم على ان احنا عندنا نزاعات بتاخد مده طويله جدا، اصل القصه دي كانت غياب المعلومات الكافيه من الطرفين. النهارده مع منظومه التكنولوجيا اللي احنا بنخلقها والحمد لله بدات تشتغل بقوه، النهارده عارفين نقطع شوط كبير قوي في حل هذه المشاكل. طب هتقابلنا مشكله كبيره، القديم بقى هنعمل فيه ايه؟ فالقديم بقى هنوجد له حل. واحده من التسهيلات في هذه الحزمه الاولى هو ان احنا هنوجد حل لكل النزاعات القديمه والامور المتراكمه بشكل سهل وفي يسر للجميع وفي عداله لينا وليه، وفي توضيح رؤية. احنا النهاردة مش هنيجي نخاطب حد بعد احنا مثلا فحصنا حد بعد 7 8 9 سنين، مش هنحمله بأعباء بسبب ان احنا اتأخرنا في الفحص، احنا اللي اتأخرنا مش هو اللي اتأخر. فبالتالي هيبقى العلاقة واضحة جدا وهيبقى في امور تيسيرية في هذا الامر. انما زي ما قلت الاسابيع القادمة هنبتدي نتكلم في هذه الامور بالتفاصيل، وهنشرح على فكرة كل حاجة من اللي أنا بقولها دي ممكن يبقى فيها شرح وكمية تسهيلات إضافية جدا على اللي أنا بشرحه في المجمل، لكن محتاجة نقاش يعني ممتد نقدر نشرح فيه المادة دي بتعني إيه، أو القرار دوت صيغته إيه، أو المادة في القرار دوت هتطلع إزاي. وزي ما دولة الرئيس قال إحنا بنتكلم على حاجات كتيرة جدا ممكن تطلع في شكل قرارات إدارية، لأنه الحمد لله حتى القوانين المتاحة والقائمة جيدة وتسمح بهذا الأمر.